تعالوا مع بعض نعمل سلطة الفاصوليا على طريقة الشيف المغازي. أنا بعشق الفاصوليا دي، وكانت لما أم الله يرحمها تسلقها وتعملها يخني بالطماطم أو باللحمة كنت أكلها زي ما هي كده. طعمها فيه شوية سكريات، فيها ألياف، فيها نشويات، لطيفة جميلة جدا. تعالوا نشوفوا مع بعض هنعملها إزاي. مقاديرها بسيطة وسهلة. تشكيلة من الفلفل متقطع ألوان، والفاصوليا معانا، زيت زيتون، فص توم ني محترم، وطبعا ايه الخس الكابوتشا بتاعتنا عشان نغرفها. واحدة واحدة مع بعض كده. اللهم صل على النبي. انا هعمل حاجة دلوقتي، هخلط المقادير دي كلها مع بعضيها واسيبها على جنب شوية، لان الفاصوليا دي علشان تاكليها لازم تخلطيها بالتوابل ولا كل حاجة وتسيبيها في التلاجة ساعة زمن تقريبا علشان تشتغلي فيها وعشان احنا نقدمها على السفرة. ده مهم جدا على فكرة، ولكن نصيحة المغازي خليها على جنب قبل الغرف بشوية، ده مهم جدا، لأن معايا عجينة بانكيك عايز أعملها ولازم العجينة دي تقعد على جنب لمدة 10 دقايق قبل ما أشتغل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. أهو الطبق ده كده حلو. ناخد الفاصوليا دي بعد سلقها. نعم يا غالي. حلو، سؤال حلو جدا، برافو عليك. بيقول لي دي تتسلق إزاي؟ أشتري علب جاهزة ولا أسلقها؟ ليه يا حاج تشتري علب جاهزة؟ ليه؟ دي أكلة مشهورة، يخنة الفاصوليا البيضة الحلوة واللوبيا بمحبة سودة أو أم عين سودة بيسموها. الفاصوليا تتجاب زي ما هي، بتلاقيها حصى كده ناشفة زيها زي الحمص زي الفول. دي البقوليات، حمص، فول، فاصوليا، كل ده فول. هناخد الفاصوليا دي تتنقع في مية، ونقع المية بتاعها يترمي، لأن نقعها بياخد الغازات بتاعتها والمادة الحافظة. نخلص من المية دي، غير القمح. القمح بنحتفظ بالميه بتاعته او نشربه، ميه الفاصوليا نخلص منها، وبعدين نغير الميه على النار ونحطها. ارجوكي من فضلك لو سمحتي عشان خاطري اوعي في حياتك تحطي بيكربونات صودا على سلق البقوليات، اذا كان فول او فاصوليا. جوزك هيبقى في رعاية شبابه ولسه في السنين الاولى من عمره ويجي له ارتجاع مريء، يقوم من جنبك من على المخده بيرجع، ليه؟ عنده ارتجاع مريء. وجود البيكربونات صودا في سلق الفاصوليا، في سلق الفول، في سلق كل البقوليات بيهري جهاز الهضم من جوه ويعمل ارتجاع مريء على مراحل التكرار. معلومه غير معلومه. هنحط عصير الليمون. تستسهل انت بقى زي اخواننا بتوع الفول اللي بيدمسوا فول دلوقتي. معلتين بيكربونات صودا في قلب القدره، خلص الفول بعد 5 دقايق، وفر غاز ووفر كهرباء وكل حاجه. وده غلط يا اخواننا، صحيه غير مسموح بيه. دي بصله ناعمه. يا ممكن نستغل البيكربونات دي مثلا في العجينه، بنعمل فطيره، بنعمل بسكوته، ماشي، انما في سلق البقوليات، ما هي البقوليات هتشرب من الحاجات دي. حطينا بصلايه، فص توم ناعم، سنه شبت صغيره عشان الغازات، الفلفله الحلوه، الالوان بقى اللي بيحبوها الاولاد، والالوان اللي بيحبها مخرجنا. حلو، شفتي ده كله زي الفل. بنحط عليها كمان شويه الملح، بنحط عليها زيت زيتون، ما ننساش شويه كمون. ليه كمون يا شيف؟ الكمون طارد للغازات. هنا حطي زيت زيتون كتير، ما تقلقيش. زيت الزيتون على البارد، على الفول، على كل البقوليات مفيد جدا. هنحط شوية سماء بيدي طعم عالي، ونحط شوية الكمون الحلوين والبابريكا. أنا بطعم الفاصوليا دلوقتي. طبق سلطة الفاصوليا ده على السفرة حكاية. وهقلب كل المقادير دي يا عم الشيف وأخليها على جنب علشان مطلوب مني دلوقتي أعمل عجينة البان كيك. شفتوا إزاي؟ إحنا من خلال السوشيال ميديا بنتابع وبنشوف أسئلة حضراتكم وبنجاوب عليها. من ضمن الأسئلة عجينة البان كيك ما بتظبطش معايا، وكان برضو سؤال عن البيتزا، فحبيت أعملهم النهاردة علشان بنجاوب على كل أسئلة السوشيال ميديا. اللي بيتابع الصفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أم، أنا قلبت كل المقادير دي بالشكل ده كده، بخليها على جنب وأحطها في التلاجة. شفت الشكل اختلف إزاي؟ نغرفها بعدين. وخليها كده على جنب. تعالوا مع بعض نغرف السلطة بتاعتنا الجميلة، سلطة الفاصوليا.
الجميله الحلوه هتشوف نغرفها ازاي مع بعض. انا للامانه عايز اغرفها بشكل ايه احترافي. سيرفيس زي ده حلو كده، ونشيل كل حاجه من هنا عشان الصوره الحلوه تبقى حصريا وجميله. طبعا السلطه دي علشان تنجح معاكي لازم تحطها في التلاجه مش اقل من ساعتين زمن، بيتها في التلاجه. كل ما تقعد في التلاجه كل ما تحلو. عندك في حاجات بتحلو لما تحطها في التلاجه تسيبيها من السلطات، طماطم مخلله متبله يعني، البتنجان المخلل، سبانخ بالزيت، الهندباه. ايه يا الهندباه يا مغازي؟ اللي هو السريس. شفت انا اعمل ايه؟ اه ده خس كابوتشا، بشيل العرق ده كده واعمله قاعده للخصايه كده. اه شفت الشغل ده؟ اه تاني. اه العرق ده كده واعمله قاعده. اه مش بخترع انا. اه تاني كمان، كمان واحده. الله يبارك لك. اه شفتي؟ اه واحطها كده. آه. اللهم صل على النبي. ونعمل دي كده، واخد الفاصوليا الجميله دي كده واحطها في النص. الموضوع يفرق هنا بقى، وعايز اعليها. ربنا يعلي مقامك. اه ايه الحلاوه دي يا مغازي؟ ايه الجمال ده؟ ايه اللوحه الفنيه دي يا مغازي؟ اه زي ما هي كده يا اختي. آه. وناخد السلطه الحلوه دي كده. اه شفت ازاي اعمل؟ اه هو ده، تنزل زي ما تنزل بقى. اه اختراع كلفني كتير؟ لا، بتكلم على الفلوس بس، كلفني خبرة طهوية ورؤية فنية ورؤية احترافية. اه صلصة. اه سيبها تنزل بالشكل الاحترافي ده كده. اه تاني. اه 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 يا ويلي. حلوة، خلصنا من السلطة. طلع لك حاضر كل حاجة تقول سيبها زي ما هي. حاضر يا شفيق، النهارده أنت مبدع. حلو تمام، هنعمل إيه يا عم الشيف؟ كل القصة دلوقتي عايز أطلع البيتزا عشان حبايبي اللي بيتابعوني دلوقتي يعرفوا إزاي الشيف المغازي عمل بيتزاية حلوة. لو لفيت كل المطاعم ممكن تلاقي أحسن منها، عشان برضو إيه، ولكن الطعم والاحترافية مش هتلاقيه. بس احسن من ممكن في الشكل بقى ودفع الفلوس. وفي حاجه كده عندنا لما بندفع فلوس في الحاجه بتبقى حلوه مش عارف ليه، والكلام ده بيحصل مع اولادنا في البيت والله العظيم. يعني نقول لازم ندفع فيها فلوس عشان تاكلوها، مع ان ممكن تكون ماما تعبانه عليها وكل حاجه، وليه؟ طب ما احنا عاملينها زي الفل اهو.